عندنا بس أول سؤال يعني بعيد شوية عن موضوع التعديلات الخاصة بتسجيل العقارات. اتفضل. واحدة بتقول أنا مكتوب كتابي وحدث خلاف على قائمة المنقولات تسبب في الطلاق قبل الدخول، عايزة أعرف إيه هي حقوقي والزوج طلب الشبكة، هل من حقه ولا لا؟ شوفي موضوع الشبكة ده هدية وهياخد حكم التبرع والهبة. يعني لو سابت الشبكة وتعرف تاخديها يعني هنتجاوز عن الحتة دي. المفروض الشبكة أو الشبكة على العدول، مين اللي عدل؟ مين اللي رجع في كلامه يعني؟ لكن عرفت تثبتي ده، أصل في الغالب ما بتعرفيش تثبتي. مشكلة الحاجات دي ما فيهاش عبء الإثبات، بيبقى قدام القاضي بيحير. يعني زي اللي ما بتكتبش قائمة منقولات زوجية، تمام؟ وعدم كتابتها لقائمة المنقولات الزوجية دي، طيب فين عفشي؟ اثبتي بقى فواتير، ولو عرفت تثبتي او ما عرفتيش تثبتي دي سلطه تقديريه، ما القاضي ممكن ما يقتنعش باللي انت بتثبتي بيه. طب هي بتقول ان هي كتب كتابها بس لم يتم الدخول ما هو هنا هناخد بقى حكم ايه؟ انها عشان كده بقول لك هي حكم الشبكه حكم هديه حكم هبه، خلاص لا يجوز الرجوع فيها لانها واخداها كزوجه. تمام. اه لكن هي بتسأل بتقول عايز اعرف في خلاف على قائمة المنقولات تسبب في الطلاق تقريبا، كانوا هي هو عايزة غالبا عارفة ايه، بيبقوا هو كتبوا الكتاب ولسه ما دخلوش، وعند الدخول يجوا يقولوا ايه تعالى نكتب قائمة منقولات، لا انت حاطط اوضة زيادة، انت حاطط معلقتين زيادة، انت حاطط معرفش ايه، هوبا الجوازة باظت. هي في جوازات بتبوظ على قايمة يعني؟ أيوه. واحدة اتكتب كتابها وتتطلق بسبب قايمة؟ ده بتبوظ يعني على مغني في فرح. يعني بتبوظ على قايمة، ده بجد مش بهزر. طبعا احنا ربنا يستر.